سو بدك تاخذهم للزباين كل وحده مش كلهم مثل بعض، ما في ولا زبوني ولا مره بالعالم فاتتني مثل الثانيه، كل وحده بعملها حسب هي كيف استقبلتني انا بستقبلها واحسن كمان. فبحياتي قلت لزبوني لا انت كثير ناصحه ما بصمم لك، وانا سامعه بالكويت انه في كثير مصممين هيك بيعملوا، هذا غلط غلط كبير. هذا تعبير لهندسه، هذا انا اعتبره هندسه. بتجي شوي شوي بتجي على على اخطاء كثير صارت معي. وانا عندي بعد انه بعرف انه عندي ياتي على نقطه معينه انا بتكلم فيها. يعانون منها الشباب المتزوجين اللي هي نقطه اسعار الملابس. عرفت وايد مرتفعه ليش كذي؟ يعني انا اقول لك الحين مثلا واحد عرس، العرس يلبس هذا مره واحده بس، وبعدها مين لبس بقطر السعوديه بتغير البلد، عندهم قطر ما عندهم سعوديه بتغير يلبس وينقط تغير البلد. حلو. بس ان الاسعار يعني اعطيك انا مثال 500 واحد اعرفه متزوج بس مرته تقول له في عرس يقول لها مع السلامه، لان اسعار غاليه خياليه. يعني فستان سعره 500-600 في توصل للالاف. يعني العروس كم اذا هذا الفساتين العاديه حسب لبسي اولى العروس لبسي اولى ببلش مثلا من 1800 دينار لبسي اولى اللي هو عباره عن شو اللي هو كثير ستايل مشي هون بالكويت. ليه؟ لان فستان العرس حرام جيبونات وكذا ومسكات واكسسوارات شعر وطرحه مدري وين رايحه، يعني كله هيدا وين بدها تحطه بعد ما تتجوز. فاللبسي اولى عباره عن شو انه انت بتجي بتقعد مع الزبونه تصمم لها موديل على حسب هي شكلها على حسب هي شو حابه يكون، بتلبسه بتراجع بقى سعره بيكون نص. هلا نحن كمان هلا بلشنا يعني مثل الأجار.